بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحضور الكريم. لقد كان إنشاء هيئة متخصصة لسلامة الغذاء مطلبا ملحا يضع مصر في مصف الدول التي لديها أجهزة وهيئات قائمة تعنى بسلامة الغذاء على المستوى الإقليمي والدولي، لتصدر توجيهات سيادتكم في يناير 2016 بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتزاما من الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية لسلامة الغذاء. تقوم الهيئة في الوقت الراهن بإعداد الاستراتيجية الأولى لها عن الفترة ما بين 2023 ل 2026، والتي تهدف إلى تعزيز التخطيط والتنفيذ المحكم للبرامج والنظم الرقابية على الأغذية من خلال مواكبة التحول الرقمي للخدمات الداعمة للنظام الرقابي، كذلك تعزيز منظومة معامل التحاليل من خلال الربط الإلكتروني لضمان فاعلية العمليات ودقة وموثوقية النتائج الداعمة لاتخاذ القرارات. وجدير بالذكر أنه في الوقت الذي يواصل فيه قطاع الصناعات الغذائية تحقيق قفزات متلاحقة في التطور والنمو، فإنه أصبح من الواجب على الهيئة أن تسارع في بناء شراكة فعالة مع هذا القطاع، وهو ما تمثل في التواصل المتكامل مع مجمع مصانع سايلو فودز من خلال مد جسور الثقة والتعاون ونقل الخبرات العلمية والبحثية، وكذا تقديم المشورة والدعم الفني من خلال الزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة، لضمان وتأكيد استيفاء وتطبيق أعلى معايير السلام، وهو ما أدى إلى استيفاء المرحلة الأولى والتي ضمت المطحن ومصانع البسكويت بأنواعه والمخبوزات والمكرونة بأنواعها لاشتراطات الهيئة المطلوبة، وإدراجهم بالقائمة البيضاء المعتمدة بالهيئة، في حين جاري استكمال إجراءات تسجيل واعتماد مصانع المرحلة الثانية، والتي تشمل كل من مصانع الألبان المعبأة والمطعمة بأنواعها، الأكبان، مصانع الحلوى بأنواعها والطحينة، وكذا وحدة تحميص وتعبئة الفول السوداني وخط البسكويت المغطى والصب. وفي إطار تنفيذ منظومة تغذية مدرسية متكاملة آمنة وصحية، يتم تعاون الهيئة مع مصانع سايلو فود للصناعات الغذائية ومصانع القطاع الخاص الأخرى من خلال مجموعة العمل المشكلة بتوجيه من دولة رئيس الوزراء بشأن معاينة وإقرار المواصفات الفنية لعدد 57 موقع بناء مخصصة لإنشاء مخازن متطورة لمنظومة التغذية المدرسية في 15 محافظة من إجمالي 94 موقع طبقاً للإشتراطات المحددة من الهيئة. وأخيراً، فإن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تعاهد فخامتكم وجموع المواطنين المصريين على العمل جاهدة لمواصلة مسيرتها في ضمان سلامة الغذاء ومأمونيته للمواطن المصري، وتسهيل حركة التجارة مع ضمان سلامة الغذاء لتحقيق أعلى المعدلات من الصادرات، وتعزيز ثقة المستهلك وأصحاب العمل في دور الهيئة الرقابية. وفقكم الله سيادة الرئيس لما فيه خير مصر وشعبها العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.